محتاجها. يلا بي هاي هذا بقى راجح حويدر معطها معطها وحده بالراس عافية حويدر. بدل حاليا اكتمل اثنين نحط العلب شوشنا هذا بلاستيك والبوش نوفل يلا من تجي هاي النوشة هاي مملية بوش هاي بدل جاب لنا اثنين لين شو اجى طار البرقة بالطول. ها جيجي ما نفوت يقول طب انا بقراج حويدر هذا خضيري هذا كله خضيري تعال خشيبك ادخل بعد الجان مال خضيري شفته؟ شوف شو مراجع هو علينا عفوا عليك ذكر تعالوا داخل كله خضيري داخل ها؟ تعال تعال بويا ايش بدك؟ طاحت بس طاحت لا ملح يا الله يا الله اوه اراوي ذني داك 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 والله شلون بجنحان هنا سميت علي هاي مات ما قال لك بالعباس السودان ما نراوي هذا شلون غطى انت قلت منه ها من ورا الماكينه منه شو طلع هاي والله لا ما تكتل ليش ما رميت ويا هاي الدزان ماشي هاي غوصية جت سيد بدر سيد بدر لك هاي خد توصل كل شي بشوش هات بالقصب هاي جتك يلا حويدر ضبط بقراجك الله راح تجي عاش تيده كفو خوي كفو ما فشلك رحوم لا لا شلو حي الله الاعزاز اليوم صلوات على محمد
بك اليوم. شنو سيد بدر؟ طافلة الشمس منا هاي العصر. منا اخ ضير وسيد واثق منا كم متقابلين واحنا منا اسمع شيلات عندهم ودك منا ما شاء الله. راح اراويكم شنو يجي بعد. صحيح هاشتي ذا جنك ثلاثة جنك ثلاثة بعد ايه انت خنو الرقية انطقها هاي الرقية تعطيك لك شوف رقية وجايب انا حبوب راس داخلي شو تريد؟ هو هذا نص لهم جايت نواشة ردنا اربعة راح طيب حاليا جاي تفتر احنا هناك رق هناك الزامبي سبعة حاليا هذا الشيج مر علينا شيج وغوصي ذاك سيد بدر راح يجيب لنا واحدة هاي النوسة والله اذبح انا هاي الشيجة يا الله هاك عزيزي هاك اذبح ابو قاسم شنو جد؟ ثمانية يلا دعمة حصن ويا اخواتهم بقاسم ذهب تشور باقي الا بقاسم هناك سيد واثق جاي لم بالطيور راح نتوكل توكل مغادره لا غوص ذاك تعدي عم هاي نوشتكم ام الغوصي شوف الغوص شوف شلون يجيكم ها سيد واثق هاي الغوص وين يولي عمي هذا ما حطه وين ما تروح الكاميرا ظن جن علينا جنك وغيرك ايه رحيم شفته شوف شوف الحر ظن الاربعة شفته ايه هاي قص من هناك ويرجع لنفس الوضع بس ياخذ باقي القصر صح هنا غلط شو اتحرك؟ شو اتحرك يعني نايم هناك اتحرك عند طيارة هاي 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 القصر قاعد بكرسي يلا 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 واحد منكم يلا 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 رميها تعال كارثة طالعين اربع نفرات والحرة تفتر علينا هسه بالماكينه نقتله سيد واثق شاف ودك قاعد هناك وشوف الحره تجينا تقول عمي راكب وراها الملك بالعباس لو هنا قاعد انا لما اقتل لي 60 ولاي شو رايك سيد واثق؟ شنو اخبار الصيد بالله يمك؟ تعال يا تعال يا ابو خلينا نشوف صيد تعال ما قلت لك عليه ها شنو؟ شنو بالله؟
فوقك؟ راح مني ثلاثة. يلا شنو هذا من هنا؟ نعم فوق ده فوق ده. راح مني بوصي ما شاء الله. راح منك اثنين؟ 60 و20. اه توفقكم الله. يلا يلا ما مقصرين وقت. بس رعيدة رعيدة صارت رعيدة. صارت وين الرعيد عند مرزوقي؟ لا يقول عندي مقاسم، مقاسم يقول عندي مرزوق. يلا بعد بعدين بيض العشب. يلا يلا ابطال ابطال والله ما حق عالي. ابو العباس ذهب صار طيره فارس ملتم عليها. طلب بطنة؟ لا. هاي إن شاء الله قبل المحمية هاي. هاي لحظة الذكرى هاي. ماشي يجي هاي. كسر جناحها بعد. ناخذها قبل المحمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو عزيز اليوم؟ حجل يا بعد روحي. الله هو أكبر. سهمهم صلوات على محمد. ما رضينا متابعين. ما رضينا نحكي ترى هاي يصير فلاش يعني ما. شوفوا. شوف شوف شوف. يعني فلاش يصير من عباس كاف 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 لا تمردونا. آه ها. صلوات بعد وحدة؟ اي هاي خليها هنا هنا. بنويرة سهم العافية خطية. ان شاء الله يطلع من ذاك المكان ها؟ ان شاء الله. بخت ابو عبد الله الحسين. شوف حبايب شنو شوف. الحجل صدق اكل الملوك. هذا فخيد. كم حجلة؟ الله اكبر. دمرت المتابعين بالعباس النفسيه متابعين لا تشرب ثنتين المليار رحيم لا لا مو ثنتين يدرونهم لا بثنتين شويه دهور الهواز خويا تحياتنا للهواز متابعين المتولى سيد بدر الدوله الاسلاميه تحياتنا